علاش ما انتخبوكمش محسن مرزوق؟ موضوع اخر هذا ممكن السؤال هذا يا موضوع انا بشوف انا عندي توا تقريبا 40 سنه نعم في السياسه وما كانش فيها انتخابات. عندي راي نحب نقوله، الشعب التونسي يمكن ما انتخبناش خاطر احنا ما عرفناش نوصل صوتنا، احنا المسؤولين مش الشعب المسؤول، ولذلك معناها يلزم نحن مسؤوليه عليه نحن باش نوصلوا صوتنا. بلكش الحوايج اللي قلناهم يلزم نشوفوهم بعينينا باش نفهموهم. تو كي حكينا على حكايه الجمهوريه الثالثه من 2016 راهو النظام هدايا ما عنده مين باش يوصلنا. عركه في البرلمان البرلمان عركه، معناها شدوا دجاجكم وشدوا سردكنا كما يقول مثل الشعبي، نهار كلهم عارك معروك شد دجاجك شد سردك الى اخره، وما يلقى حتى حل. لك تشوف انت توا الكامور كيفاش قاعد والجيت كيفاش قاعدين وفي قاعدين يحكيوا في البرلمان به، وعندك رئيس الجمهوريه الى حد الان مازال ما خذاش المبادره، يمكن معناها عنده اسباب ولكنه مهتم بالصراع مع رئيس بلديه. رئيس الجمهوريه قاعد في عركه مع رئيس بلديه. وعلى شكون نحكيو؟ نحكيو على بلد الكرم طبعا. وعندك الحكومة مشكلة من أحزاب اللي هي ما ثماش فيها ما بيناتها حتى موجينيتي، ما ثماش ما بيناتها انسجام وما تقدمت في حتى شيء. وحاليا توا في حكاية الفساد، رئيس الحكومة نفسه اللي حب يحل موضوع الفساد قال روحوا مشاكل الفساد في وزارة في حكومته، واحد عطاه حسب يقول والله أعلم، لكن الكلام ما صارش فيه تكذيب رسمي، واحد أخذها كرهبة دخلها في درجة شنو، والآخر معناها قالوا له قعدوني في الكورونا كيما الناس الكل مش أسافر، وخطر قال شنو قال يدير في الوزارة رجعين هذا الكل رجعين. أوجيك ورئيس الحكومة هو نفسه يلقاو تضارب مصالح، باهي أنت كي تلقى هالصورة هذه وزيد معاها أن من الناس مش متفاهمين، قل لي منين باش يجي الحل؟